فيه. لم ألقى القنبلة بالأمس عندما كانت الجيزة تؤمن من بيتها قبل أن تفجر في الجيزة. يعني بين العهدين كلنا كنا منتظرين رمضان مباركا وتسمع أن تمكنت الجيزة تؤمن من ضبط القنبلة. أنا حتى القنبلة دي هل عرفت الله؟ تهديدوا أنا مش عايز أرفعها وهرفض بحماسية لحد أبدا. نتعاون مع حضراتكم من حفظ الهدوء لعل الله يهدينا سنة السبيل. فهل القنبلة في شرع أو في عقل أو في طبع تعتبر آية من آيات التهنئة بقدوم رمضان؟ يعني كل الناس كل سنة وأنتم طيبين تحتموا القنبلة وأنتم مجنون. كويس. هل عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع هذه القنبلة؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس وكان أجود الناس وكان أكرم ما يكون في رمضان، فهو وضع قنبلة في قلوب الناس آية من قلوب القلب المحمدي التي يتحلى بها ذلك الذي يضع هذه القنبلة. إحنا في أزمة، لا نخرج من هذه الأزمة إلا إذا كنا على علم بالله الذي يأمر بعمل الإحسان وإيتاء ذي القربى ويكون قوله لله الحسنى.